متابعينا الكرام، مرحبا بكم معنا في السوق الاسبوعي خميس ممرة. اليوم غادي نديروا واحد الدويره في السوق الاسبوعي ونعرفوا بعض الاثمنه ديال الخضر ونديروا دويره في السوق ونشوفوا الوضع كيفاش داير. السلام عليكم. وعليكم السلام. بخير هاني. صحيح. السم نور الدين. نور الدين. اثمنه خويا الخضره رخيصه في اقليم بكاله، رخيصه. بطاطا 50، خيزو 50، فلفله 50، دنجال 50، مطيشه ما كتعداش 3 دراهم، البصله 2 دراهم، البصله ديال بين الملال 2 دراهم. الله يعطينا شي عام بكري ان شاء الله للمستلمون كامله. الناس مضره، الناس مضره من جهه فات العيد الكبير، جات الهواشر، الناس مضره خويا. وجاب لها العثمينه ديال الخضره بعدا رخيصه. بالنسبه للعيشوره تيشكاو من الناس، كيقول لك السوق ناقص شويه خويا، بنادم ما مسلك. الصيف ما كاين صيف، مالف الناس كتبيع القمح. الازمه من ناحيه اش كاينه الازمه؟ الصيف ما كاينش، مالف القمح، مالف الدرام، مالف كل شيء موجود. حتى الماء كيشكل اشكال من الشياب. الماء تا هو قليل اخويا، الماء قل. هضر لينا على الخضره بالنسبه لهذا. البصله ما كتعداش 2 دراهم اخويا. 2 دراهم. مطيشة 3 دراهم، الفلفلة 250 ريال، الدنجال 50، ليشو 50، الخيار السلاوي 100 ريال، بطاطا 50، خيزو 50. ما كاينش دابا، واخا الخضرة رخيصة الفلوس هي غابرة، راه أزمة، راه الوقتية ما حركاش، ما كاينش الشتاء. هذا هو السبب. هذا هو السبب من الشتاء. ما لاقاش باش تخدم، خاصة قريم دوك ولا راه فلاحي. خاص الناس ديروا لها فاش تخدم، خاص الخدمه تكون. الماء بالنسبه للماء، الماء راه مشروع كبير هو اللي كان هاز قريم ديال دوك، المشروع الكبير هو ديال هو الماء. نعرفوا ان الساقيه تسدات. سدات، الماء ما كاينش. القضيه رصات. دابا راه 120 ولا مروجين للسوق، هما الفلاحه راه عندهم ازمه. ازمه. كسمعنا بان البيار كيحفروا الناس ولكن في الماء. كاين الماء وين الماء ناقص، كاين دابا الوقت تحاز على المال الفلوس. الوقت هي اللي مغامر، هو اللي ولا محرك، ما عندوش فلوس الدروش ولا هي العريس يبغى خدمة. أزمة كاينة. السوق الأسبوعي الزمامرة. السلام عليكم، معنا أحد الباعة ديال الدواجن اللي يهضر لنا على الثمن اليوم. هادشي تكرفيس بزاف ومكرفسين الناس بزاف، هادشي ولا الغلاوات بزاف. غلا بزاف الناس. الله يحسن العون. الناس مكرفصه بزاف. كاين اللي ما لاقيش باش كاين اللي ما لاقيش باش يتقدى، كاين اللي لا اله الله، الزياده في البوطه، الزياده في الدجاج، لا اله الله، حنا مكرفصين. بالنسبه للثمن اليوم ديال السوق. الثمن ديال السوق اليوم 360. 360 كيلو. 360 كيلو. الخروج كاين شي ميده. لا اله الله، انت كتشوف كل شيء على عينك. هذه ناشفه. هذه ناشفه. لا اله الله. لا اله الله. الحمد لله. الحمد لله على كل حال.